اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. النهارده بقى انا عامل لكم سفره صغيره كده يا جماعه، عشانكم على الغدا على العشاء معايا. اللي عايز ياكل بصوا لي، مش هحرمكم من حاجه، سخن مخلي. العرض متاح لحد ممكن 3 دقايق بالظبط لحد ما نهايه الفيديو. بطاريخ اللي عايز يجي اثناء الفيديو ياكل ببلاش. رنجه فسيخ حبايه كيلو. ارايكم بذمكم احلى عزومه عند ام احمد اهي؟ احلى عزومه تستاكل. والعيش عشان ما بتلعش في الجو. ايوه هاتي العيش. بصوا بقى هاتي العيش يا فندم، مش هحرمكم من اي حاجه. اه بطاريخ، سيخ مخلي، فسيخ، رنجه، اللي انتوا عايزينه كله هتلاقوه. وحاجه كده اخر نظافه وشياكه وجمال وحلاوه. وعندنا ايه؟ بصوا يلا احسن واحده الوطا اهو تخش. يلا وتقول يلا يا ام احمد العزومه عندي. طب بس تعالوا كده شوفوا انا هعمل لكم احلى عزومه. يلا بقى يا عم الشيف عشان خاطري، تعالى بقى زورني اي شيف يا جماعه. انا دلوقتي اعمل لك سفره زي ده يا عم الشيف. اي شيف ولا اي مذيعه كده تكون بادئه حياتها برده تخش عليا اهو. هاكلك احلى فسيخ. هاكلك يا شيف احلى فسيخ. بص والله العظيم ايه ما شاء الله عليه جميل ازاي، شايفينه؟ خان البحار نبروه امام مدرسه الصنايعي. ويا جماعه انا قلت في الفيديو بس يا ماما ما تلعبيش في حاجه ان في توصيل للمنازل يا جماعه لحد باب البيت. القاهره، اسكندريه، هنا البلاد اللي هي دي كله لحد باب البيت. انما المنصوره والحاجات دي كلها يعني الاسكندريه والحاجات دي بيقول لك من 45 ل 60. المنصوره بقى اللي جنبنا والحته دي من 30 ل 35. الاماكن القريبه اللي هي من عنتر اللي هي صندوق، الحتت اللي جنبنا. انما القاهره، اسكندريه، البلاد اللي هي بقى معرفش انا معرفكوش، البلاد اللي هي البعيد اللي هي برده كما مثلا تبعنا. المهم ان كله لحد باب البيت ماشي. واللي عايز اي حته في اي مكان في اي مكان في اي حته. اه ده احمد ما حرمكوش من حاجه، ده جاب لكم سردين كمان. لما كنت ترخي لك يا بصوا اللي عايز ياكل دلوقتي اثناء الفيديو محدش يجي ما نعمله بس مباشر. لا يعني لا بس مباشر تلم معانا الناس كلها بقى. لا ما يهمش بس مباشر. ارايكم شوف السردينه ورد اي جميله وحلوه وكل حاجه. على فكره احنا عملنا الفسيخ ده الحبايه كيلو ب 90 جنيه. اول مره اقول سعر. عندنا الحبايه كيلو ب 90 جنيه. اللي عايز يجي ياخد واحنا تحت امره، واللي عايزه تطلب اوردر من القاهره احنا تحت امرها. اللي هم عايزين تطلبوا من اسكندريه من الاماكن دي كلها يطلبوا. يا جماعه اللي كان جاي لي نسبه اوردرات كتير رنوا عليا تاني، يعني في توصيل للمنازل. يا جماعه رنوا عليا تاني، انا ما اعرفش مين اللي رن عليا. انا جاي لي اوردرات كتير بس ما اعرفش عنها حاجه. رنوا عليا تاني اللي عايز الفسيخ رن عليا. يعني كذا واحد رنوا عليا النهارده علشان الفسيخ. في توصيل للمنازل. بصوا احمد جايب لكم العيش كمان اهو. بصوا يعني بصوا مش حرمكم من اي حاجه. اللي لها نفسي من شيء تقول لي عليه. يا ام احمد انا عايزه كذا. بصوا وحياتي النبي لو جاي لك علبه ما تشيلي بقى ما تحطيش من مكانها. لو جاي لك علبه مخليه من ده الوقت اهو، جوزك جايبها لك الوقت وبقول لك خدي يا روحي، هتقولوا له احلى هديه جبتها لي. والنبي لو جايب لك دست جاتوه ما تعبريه. دي بقى هتقعدي تاكلي وتستقريصي كده وانت قاعده فارده البطانيه عليكي، لا تزفريه ولا تجيبي ريحه ولا اي حاجه ماشي. اللي بقى بتحب تمصمص وتحب تقرقر تاخد بنت. ايوه عامله لكم كل الريحات. عرفت ان انا عندي رنجه مخليه، سيخ مخلي، كل اللي انتوا عايزينه عندي. بس احنا يعني ايه اللي عايزه بقى تستقري. شوف جايب لكم عيش من الموت النبي قال لي السردينه دي دلع. بص مفيش فرقة الملح، بس سردينه يعني السردين بتاعي
مسميها شوكولاته. اللي بيجي النهارده بيقول لي عندك سردين، اقول له عندي شوكولاته. يعني عندي سردين، السردين اللي عندي لسه، بصوا لسه دلع لسه سامع. بس انا هاكل عشان الملح كده. ده والله جميل. شوف سردين، اللي بياكل من عندي السردين النهارده ما بيفكرش ياكل فسيخ. يعني اللي ياكل السردين ما بيفكرش ياكل فسيخ خالص. وحلاوته بقى العيش ده، فرن مفتوح جنبنا جديد، انا بعمل له اعلان والله يا راجل غلبان. يلا مش مشكله، بعمل لك اعلان عشان ايه العيش الدوني بلاش. مفتوح والله على المفاعل، الفرن حلو بيعمل عيش حلو وصناعته حلوه في العيد. عارفه انا وصحى اللي هياكله؟ ياكل منه ما يتعبش، بس ياكل منه مع ليمونه لانه صراحه دي قوي. انا بحب الحاجات الحباب. بس يلا بقى، المهم ان العيش ده طعمه حلو عليه. وزي ما قلت لكم عندنا كل اللي انتوا عايزينه تشكيلات، اطلبوني تلاقوني. نص الليله ابعت لكم تطلبوا. ام احمد 010 010. اتفضل يا بودي. وانت راجع يا بودي ماشي. واحنا بقى النهارده الجمعه، يعني اطلع طلع وتعال النهارده الجمعه. اما خلص بس يا بودي النهارده الجمعه، النهارده الجمعه احنا بالليل، احنا نص الليل كده بقى خلاص. الساعه مش هتوصل وكده خلاص، وكده خلاص وكده كفايه عليكم كده. ويا رب يجعلها سنه سعيده عليكم يا رب وعلى المسلمين كلها اجمعين. وكل واحده في ليله راس السنه بدل ما تودي جاتو لحماتها ولا لحد ولا لحبيبها ولا حبيبي يودي لحبيبته، يودي لها نفس الخير هديه، او يودي لها علبه بطارق هديه، او يودي لها سردين او رنجه حاجات كده هتشكروا عليها. لكن لو ودي لها جاتوه صدقوني والله ما هيشكروا عليها. اللي عايزه حاجات من يا هو بقى بوظت الديكور يا ماما، عماله تحط العيش على بعضه. لا يا ماما انا عمال اعمل في الديكور ده بقالي نص ساعه. استنزين اهو، ما انا مش هفتح في سيف بقى عشان انا فتحت كتير. احنا خليك من اهو، انا عايزه اشيل حته بس احمد خلاص ظبطه. لان ده احمد اللي عامله بصراحه، انا ما جيتش ريحه العلب ده. صنع ايديا والله، صنع ايديا وحياه عينيا. اه والله. الرقم بتاعي 010 7 3 4 5 6. اسهل من الرقم. بالله عليكم بس ترنوا عليه، امانة عليكم ترنوا على احمد ابني تروشوه. بالله عليكم روشوه ماشي. نفسي حد يرن عليه ماشي. خلاص و سنة طيبين وكده يا جماعة. انا بوصل لحد البيت في اي مكان، لحد الصعيد، لحد الصعيد يا جماعة. بوصل اسكندرية، لحد الصعيد، الشيخ، البلاد التانية، كل البلاد، كل البلاد، الزقازيق، جميع انحاء مصر، منيا القمح، منيا البصر، منيا نمرة البصر، اي دي بلد من اللي بيقولها دي موجودة عندنا. كل التشكيل اطلب لي بس السنة واتفرج عليها كده بدل التوتة والجاتوه. ويلا سلام.